تنظم الرابطة المدرسية الرياضة للرياضة المدرسية ولاية ورقلة سباق العدو عن طريق، وهذا بمشاركة المديرية مدير الشباب والرياضة لورقلة، وكان تنظيم على المدمار المنطلق من مدرسة الجمارك إلى بلدية ورقلة. وكما شفتوا جرت في المدمار كان فيه الأمن وكان فيه تنظيم المواطنين تاعنا. أنا الفائزة بالمرتبة الأولى على ولاية ورقلة من بين الأشبال، وأشكر كل من شجعني على هذا السباق. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى، وكان منظم ماراثون، كان منظم إن شاء الله، ونهني الفائزين كل على المراتب والاشتراك.